سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو هذا. انا عارفه راسي تعطلت عليكم، واش حل ديما لحتشي في فيديو. المهم بغيت نقول لكم راهم تقداو ليا الافكار، يعني يلاه بديت وتقداو ليا، ولكن اصلا كان ما عنديش الوقت يعني باش نصور لكم من داكشي. رجعت نقرا ولقيت بلي فاتوني دي موديول بزاف، وحاولت اني نغطي داكشي كامل. جاوني دي ريجيونو، شحال من حاجه كنت دوزتها. سودت في هاد الفتره اللي صعيبه ديال بصح، وما بقاش ليا الوقت حتى راسي، ما بقيتش كنعس، شحال من حاجه ما بقيتش درتها اساسيات وما درتهمش عاد اليوتيوب. المهم داكشي علاش رجعت دابا نصور لكم. المهم انا ما عرفتش صراحه كيفاش كنبان محيطه مضاضري. المهم شوفوا تقبلوني كما انا. بغيت نقول لكم انا كنقرا جيستيون اوتيليير، ما عرفتش واش هاد الفيليا غادي تبغوني نهضر لكم عليها ولا لا. المهم بما انني كنقراها بغيت نهضر لكم شويه عليها، ننصحكم يعني نقول لكم لي فيليا اللي عندنا حنا في السونتر، والا عجبتكم ولا بغيتو زعما تعرفوا اكثر قولوا لي باش نشرح لكم اكثر واكثر. يعني دابا غنعطيكم معلومات سطحيه على لي فيليا اللي كيكونوا في لوطيلغي في الفندقه، سونتر او في بي تي لوطيلغي اي توريزم. داك السونتر ديال الفندقه ما كيكونش بداك المنظور ديالكم ديال ما قراش صافي خصو يمشي يديرها، لا السونتر ديال الفندقه بحالو بحال كاع لي سونتر، كتلقى فيه نيفو كاليف، نيفو تكنيسيان، نيفو تكنيسيان سبيسياليزي. نبداو لكم بالكاليف وغادي نحنا طالعين. كاليف هو واحد النيفو ديال الكاتريام، تقدر دير هاد لي زوبسيون اللي كاينه في كاليف. اجون دو ريستوراسيون، كاين امبلوي دي طاج. اجون دو ريستوراسيون هما اللي كيقراو السيرفيس والكويزين، وامبلوي دي طاج هما اللي كيقراو النيتواياج واللانج ديال لا شومبر وداكشي كامل. شكون لا دوري ديال الفورماسيون هي عامين، يعني كتقرا 2 عام باش كتاخد داك الدبلوم ديال كاليف، في اما في السيرفيس والكويزين ولا في امبلوي دي طاج. من بعد كاين تكنيسيان، كان عندك نيفو باك كيمكن لك دير هادشي اللي كاين في تكنيسيان، يعني تكنيسيان كيقبلوا نيفو باك. تكنيسيان شنو كيقراو؟ كاين دو فيليير سيرفيس، كاينه كويزين. المهم اللي كيدير سيرفيس كيكمل في سيرفيس، اللي كيدير كويزين ومن ورا ما كيقرا كويزين في العام الاول، العام الثاني كيولي عنده الاختيار ما بين كويزين انترناسيونال غاسترونوميك ولا باتيسري، يعني كيولي عنده دو برونش كيختار بيناتهم يعني باش يكمل فيهم. بالنسبه للتكنيسيان الا درتي كويزين ولا سيرفيس كتكون عندك حتى هي لا دوري ديال الفورماسيون عامين باش كتاخد ديبلوم. وبالنسبه باك تكنيسيان سبيسياليزي كان دو فيليير ام اش و ام تي. شنو هي ام اش؟ شنو هي ام تي؟ ام اش هي ماناجمنت اوتيليير، هي اللي دايره انا. ام تي هي ماناجمنت توريستيك اللي ما كنقراهاش، ولكن عارفه زعما شنو كاين حيت كنعيش في داك السونتر وكنشوف شنو كاين. نهضر لكم على ام تي عاد ندوز لام اش. كتقرا في العام الاول ماناجمنت توريستيك، كيكون بحال طرون كومان. قريتي العام الاول ام تي كيكون عندك الحق في العام الثاني تقرا اما ام او لا دي نيكست داي او او اه اورغانيزاسيون دي زيفينم ولا اجونس دو فواياج ا افي مهم اجونس دو فواياج. يونان كاين تختاري اما اجونس دو فواياج اما اورغانيزاسيون دي زيفين. دو هادشي اللي عارفه عليها. و بلاتي نتفكر اه ام اش. ام اش لما كيقراو العام الاول كلشي هو هذاك، العام الثاني كيولي عندك دو زوبسيون كتختار بيناتهم، كاينه جي اش وكاينه اش ار. اش ار هي ايبرجومون ريسبسيون، كتقرا على شنو هي الايبرجومون شنو هي الريسبسيون، يعني عارفين الايبرجومون هي اكوموديشن ولا سيجور، والريسبسيون راهي الريسبسيون في لاكوي يعني ريسبسيون، وهي ديبارتمون اللي كبيره يعني راه كتقدر تكون شيف ريسبسيون تقدر تكون شحال من حاجه. بالنسبه جي اش كتقرا جيستيون اوتيليير، كتقرا على كاع ديبارتمون اللي كاينين في لوطيل، كيكون عندك واحد البوليفالونس يعني تقدر تخدم في اي ديبارتمون عجباتك كنتي كترتاح فيها تقدر تخدم فيها الا كنتي كومبيتونس في هذيك ديبارتمون. سو ذات سيت هادشي اللي كاين. بالنسبه للتكنيسيان سبيسياليزي كيولي خصك تقرا عامين ونص، عامين ونص عاد كتاخد ديبلوم كيت ولا كيديروا داك العام الاول كما قلت لكم طرون كومان، عاد كتخصص في داكشي اللي بغيتي. يعني في الاول كيكون عندك غير عام طرون كومان، عاد كتولي تقرا التخصص اللي باغي انت. من وراها فاش كتاخد ديبلوم كيمكن لك تقدر دير لا ليسونس بروفيسيونيل. لا ليسونس بروفيسيونيل يعني يمكن لك ديرها، ولكن المشكله هي في عامين ونص، هي كيضيعوا الواحد في داك نص عام ما كتقدر ما كاين اللي ما كيعرفش شنو يدير فيه، كاين اللي كيقول ماشي مشكل نرتاح نقرا ندير شحال من حاجه عاد نكمل في لا ليسونس. الا درتي لا ليسونس بروفيسيونيل كتكمل مع صحاب البروموسيون ديال الباك ديالك، يعني كتكون ما ضيعتيش الوقت وفي نفس الوقت
كتكون قريتي واحد الحاجه وخديتي عليها ديبلوم عاد لا ليسونس بروفيسيونيل. المهم ذات سيت تلكين، كنت باغي نتعرف شي حاجه اخرى خليوها ليا في لي كومونتير. باي.